وهذا المستوى تزايد دائما، يا اما نلقاهم في الباب. المهم هذاك راه مشي اشترا غدا تابع السي محمد، غادي تشاهد فين ما نخرج. هنا غادي نقول لكم السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش تعاودوا؟ كلشي مزيان؟ شوفوا عيني حمرين، عرفتوا ما نعاودش ليك، كان واحد الصاد اليوم، واحد الصاد وانا لابسه هذا الشيء مع ظهري تيدورني، حيت خرجت قدام الباب وخايفه، يعني راكم عارفين في العشيه كيعاود يدور البرد، وخايفه يضربني البرد وداك الشيء. المهم اش تعاودوا، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو ديالي وتضغطوا على زر لايك كومونتير، وما تنساوش تبارط. مهم دابا راه عرفتوا، راه 6 دابا 6 وتصوروا باقي الشمس مطنطنا. اش غنقول لكم؟ يا ربي ترحمنا، يا ربي ترحمنا. العام اللي فات في هذا الوقت كانت الشتا تبارك الله كتصب وكل شيء، عرفتوا شكون يجي يحس بهذا الجفاف هذا؟ وما حنا الناس اللي تنسكنوا في الباديه، يعني تيكون عندنا الجفاف. شوفوا الهيها، شوفوا ما عرفتش كيفاش يبقى. انتم شفتوا الحصيده؟ عرفتوا سبحان الله، شوفوا الحصيده كيف ما قلت لكم، يا ربي ترحمنا. وصافي العام اللي فات في هاد الوقيته هادي الربيع ناض وكلشي والناس حرتو، هذا دابا مازال بحال قولوا يلاه شهر 7 الاول في شهر، زعما خوتي غير الله يرحمنا. وصافي والله كيف ما قلت لكم الله يرحمنا. المهم دابا خرجت معاكم قدام الباب، جلسه شويه تنسي، وملي غندخل غادي نكمل معاكم الروتين ديالي. وهانتوما معايا، حنا راه مربيين الدجاج، ولكن الدجاج عند جي ما كنخرجوا، راه كيدور معانا. وصافي هنايا هذه الزنقه فين تنسكن. المهم هذا طوال هكا، ودابا اختي دخلت صافي. عرفتوا مع كيف ما قلت لكم راه كيتحرك البرد في العشيه، عرفتوا تيديرني البرد من جميع النواحي. راكم عارفين شي واحد داختي اللي تيكون مريض. صافي هنايا غادي ندوز، غادي نصايب معاكم قبيله الدار شويه واحد الفلفلات، وانا ما كناكلهاش هكاك، بغيت زعما نديرها تكتوكه. المهم هانتوما معايا. المهم دابا جيت اختي خديت الويزره في العمل، يعني شحال كنولي مخنشه ملي كنلبس شي حاجه بهادا بحال هكا، ندير هكا. عرفتو والله هاد الايام كلها ما عرفتش انا الشهيه والو. دابا راه شفت شحال كنت قبيله فاش درت معاكم الفيديو، هي كان مضغ المسكه باش ناكل، باش ندير ناكل، وباش يجيني الجوع اختي، باش نجوع. المهم هادو نحيدو، ندير هاد الغرفه ما عنديش مقنع، غادي ندير هاد التكشوكه اختي، غادي نديرها الطاجين، الطاجين ما تعرفش ندير، غادي نغسلو عاد غادي نرجع معاكم باش نصايبو اختي التكشوكه باش ما نطولوش الفيديو. وما اختي هنايا غادي كيف ما قلت لكم قبيله، هادي الصراحه درناها الغدا، وانا كما قلت لكم ما تناكلهاش هكا، غادي نقيها غندير اختي نزيد ندير التكشوكه، حيت هادي مشويه في الفران ديال الزنقه. صافي هنايا مالها سي محمد حدايا، ايوا الله يفرج اختي. صافي الله يفرج، عرفتو هي خاصها تنقى الصراحه في الوقيته اللي تجي الشخص اللي فقد الشي فق. المهم ديبانيو باش خصني هذاك ديبانيو باش نتعشاو. صافي انا في واحد القاعده دابا، يعني انا ماشي من المعجبين ديال الوجبه ديال الغدا، كيعجبني العشاء، يعني احسن ملي كتكون عندي الشهيه، يعني الغدا ما عنديش معاه، العشاء اللي كيعجبني. حيتاش ما عرفتش الغدا يلاه كتكوني فاطره و كنشرب الدواء وخاصك تشربين ما بزاف، تنحس بحالا تيزويني وداكشي. المهم انا غادي نقيها خصني نكملها في التنقيه باش ما نطولش في ديكم، حيد لها صافي، واخيرا بعدا اخيرا حيدنا كلشي.
صراحة كنت بغيت ندير عيش لي دابا مع طايشة وهذا، ولكن اختي قلت توحشنا هكا شي حاجة ناكلها مبرقة. المهم دابا اختي درنا البصلة نقيتها، غادي نقيها غادي هكا. انا معجبة بهاد ثلاثة الخضار هذا، الفلفلة والبصلة ومع طايشة كيعجبوني. هي ما يمكن حق الله هيك هذه الدنيا. المهم ما تنساوش انكم تكومونتي وتشجعوني. والله شو كان بغيت نشارك معاكم اي حاجه، يعني بلا زواق بلا حتى شي حاجه، والله كان بغيت نشاركها معاكم. ما تنساوش انكم تشجعوني. كومونتيرات ولا نقول في الاسباني الكومونتيرات ديالكم، لي لايك، الشجاع ديالكم. المهم نساونيش اختي، نساوني صافا كنت نمشي هي اختي الطاجين بالزفت والبيض، ولكن اختي غالب الله ظروف. قويت البصل ولكن ماشي مشكل، كلشي اختي تكال كلشي. حيت شوفو انايا واخا زعما تشوفوني درت هكا ما غنأكلهاش، ولكن المهم الا بقات ما غاديش تخسر. عم كلام يعني سيمو متحقوا يحبس الفيديو. المهم نخلي اختي هكا في المونتاج لانه يديا فيهم البصله. المهم هانتوما اختي ترجع شويه، غادي ندير الملحه، غادي ندير القامون المتوفر ديال نهار. هانتوما واحد الكموسه ديال غادي نديرها هكا، شوفي ما نزيد ما تجينيش مالح. صافي صافي راه مبقى شويه تحميره. سي محمد تيقول لي دير مبقاش، دير مبقاش، وسكين جبير مبقاش تحمير. صافي سكين جبير، وهذا ارى اللي هزيت شويه ديال الخرقوم اللي بغى تزيدو فيها قصبر. اللي قال لك ارى اللي سمح شويه القصبر راه هنا زيد زين محمد. لا غير غادي نقي فوق صافي، وغنزيد اختي شويه ديال الزيت. اشي الزيت حتى نغفلو داك من الفوق تاع الحمر ونجيبو راني صافي. شويه صراحه خاصة الثومه تحك، ولكن ما كاينش هنا عندي طاجين تما كان صافي. وغنحط داك اختي الطيب صراحه، كان الفلفل مازال قوي، البصل اختي الفلفل مازال تجي. دابا غنحط الطيب ونرجع معايا. صافي هنايا حطيت الطيب الطاجين طيب، غنزبل هنايا نحيدو رغم اي حاجه يكون كارو الزبل. دابا غندير اختي نغسلو هاد الماعن، نحاول نزرب عليهم عرفتو كان هاد الفوطاني زر اختي يجي هابط مزال. المهم خصيت دابا نمسحو البوطاجي، هنا كيجيني صعيب صراحة، كيجيني صعيب وروبيني مازال خاسر. دور شوية التيليفون السيدة عندك طيح، عندك راه متنضيع في الماء. دور هانتوما شفتو مازال عرفو لي عندو، لا عندو جوج فوايع تعلق من الفوق ومن التحت. ندوز غنشري دوك الكساتن وهاني معاك. هانتوما يلاه كيتفخش فيهم. هانتوما الطويجين ديالي صراحة انشكرك.
الاضاءه راه ما تعطينيش لا في كمياتي لا في حوايجي تبقاش الحقيقه. المهم ها هو شفتو هادشي كيجي عجبني شي تجيب العيله خاطره قدامكم واحد دابا اختي ما شهيتكم في الناس اللي مصعب ديروا تكتوك احسن ديروا تكتوك. المهم اخوت الله يسهل عليكم ما تنساوش انكم تعاونوني بارطاجيو لاشين ديالي ديروا لي كومونتير ديالكم ولي لايك وكل شيء. المهم دابا عرفتوا كيف ما تشوفوا راه كل شيء ها هو خديته مخصوصه فغيبقى لي غير الطاجين عرفتوا شحال تترتاحوا. ايوا دابا اختي سبحانتي مسحت الطابله ايوا غنمشيو باش نمشيو وها نتوما معايا قلت لكم ها نتوما معايا تلفت ما عرفتش كنت يدق. المهم غنساليو الفيديو ديالنا ونخليكم في امان الله.